قال الأديب الشاعر حمد ابن الشيخ عبد الله العقيل: سبحان من يزع النفوس لخشيته، وهو الذي جعل السماء بقبضته، خلق الخلائق كلهم وهداهم لسبيلهم، فبدت معالم حكمته، جعل التدبر في العقول لمن وعى، والغافل المسكين ضل بغفلته، والصالحون تمسكوا بصلاحهم، والمفسدون تباعدوا عن وجهته، والعمر يمضي والفصول شواهد، ما فات منها لا يعود لنشأته، وهب الذراري للخلائق كلهم، أجيالهم تترى وذا من صنعته، والشمس تشرق في السماء وتعتلي، كبد السماء شعاعها من خلقته، وتغيب عن أنظارنا بغروبها، والليل ينشر ثوبه لجبلته، والنفس تدبر تارة من غيها، وإذا أراد يزيدها من طاعته، سبحانه من خالق متفرد، كلا يوجهه لصالح حرفته، سبحانه من خالق متفرد، كلا يوجهه لصالح حرفته.